لكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم من عاصمة الميادين، نحييكم من ميدان الوثبة لتعلن انطلاقة شوطنا الرابع للقعدان الحقايق. أعلنت البداية، أعلنت الانطلاقة في هذا الشوط ليبدأ مع المركز الأول. أتابع من يتقدم في هذه اللحظات، سراب سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، من يتقدم في هذه اللحظات مع أول المراكز. المركز الثاني الحاضر لزام عبيد بن خيرات بالدودة بن سيف العامري مقدما لنا لزام مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من الماهر الحاضر هنا والمنطلق على المركز الثالث بشعار عمر بن راشد بن محمد الخيالي. والمركز الرابع الحضور في هذه اللحظات الأشهب هو القادم بشعار عبد الله بن رمان بن محمد الشامسي مقدما لنا شعار. والمركز الخامس الحضور والوصول في هذه الأثناء وصل هنا وحضر عجاج ليتقدم بهذا الحضور ويحضر هنا سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي. يتقدم في هذه اللحظات ولكن القادم كيفان أحمد بن سعيد بن محمد العرياني هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات، ولكن القدوم أيضا الشبابي أحمد بن حمد بن أحمد العويسي يتقدم في هذه اللحظات. هنا ميهاب حمد بن كلفوت بن جرش المزروعي قادما هنا وحاضرا بحضور الأبطال كحضور الأبطال، وأيضا القادم الله يمخيف الله يمخيف الله يا عبد الله يا بن سيف يا بن معضد يا المشغوني هو القادم في هذه اللحظات. أيضا الأسماء بدأت في الحضور، الأسماء بدأت في الانطلاق، ولكن نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى عجاج. عجاج يا عجاج يتقدم في هذه اللحظات ويحضر سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي الخيلي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا عجاج بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور الممتاز. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والحاضر الأشهب ليتقدم عبد الله بن برمان بن محمد الشامسي يتقدم بن برمان بن برمان والشوط ما في أمان يا بن برمان القادم في هذه اللحظات والحاضر والمتقدم في هذه اللحظات ليحضر مشاهدينا الكرام مجد سيف بن محمد بن سعيد الإحفوري الإحفوري والقادم مع المركز الثالث الحاضر في هذه اللحظات. وصل أدهم سلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الكتبي أيضا القادم أيضا الحاضر الماهر 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 ووصل في هذه اللحظات. هنا شاهين عبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي القادم في هذه اللحظات، ولكن عجاج 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 مع المركز الأول مع المركز الأول، ولكن غير
غير شيء في هذه اللحظات. عبد الله بن سالم بن ثعلوب بن ثعلوب يتقدم في هذه اللحظات، ومن حضر من وصل في هذه اللحظات، شاهين سيف المعيوف بن سالم الدرعي، الامتار الاخيره الامتار الخطيره، بن معيوف بن ثعلوب بن ثعلوب بن معيوف، ولكن سلام سلام الى العين، سلام يا عبد الله يا بن سالم يا بن ثعلوب على فوز شاهين واختطاف ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع المركز الثاني شاهين بشعر سيف بن معيوف بن سالم الدرعي بعد ان قدم اداء كبير ومميز. المركز الثالث عجاج مع المركز الثالث لسهيل بن سالم بن سهيل الاخيلي، والمركز الرابع وصل مشاهدينا متابعينا الكرام هنا مجد لسيف بن محمد بن سعيد العفاري، وخامسا كان حضور وتواجد شاهين لمحمد بن مبارك بن حمود المنصوري. اذا تهانينا والناموس لمالك هذا البطل هنا شاهين عبد الله بن سالم بثعلوب الاكتبي، وسلام الى العين سلام. التوقيت 5 دقائق 54 ثانية وجزئين من الثانية. المركز الثاني كان حضور وتواجد ايضا 54 ثانية وثلاث اجزاء من الثانية كان حضور وتواجد شاهين لسيف بن معيوف بن سالم الدرعي، والمركز الثالث عجاج مع المركز الثالث لسهيل بن سالم بن سهيل الاخيلي، توقيته 5 دقائق 55 ثانية والجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام